خالد ذكر نقطة مهمة، المهنة اللي تنشغل باليد فيها فلوس، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن مهنة في اليد أمان من الفقر. وترى الموضوع راس مال سكروبات ب 120 ريال ودورة تدريبية. كفو والله يا خالد، الله يبارك لك في رزقك، بل أنه حماسنا زاد جدا بعد ما سمعنا قصتك، ورحنا مباشرة نبحث عن المتدرب الأمثل لهالتجربة، لين وصلنا لأسامة الخريجي، شاب 20 يحمل بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الأمير سلطان في الخرج، وحصل على كورس لغة إنجليزية من بريطانيا. بس علاقته بالعمل كانت متنوعة، الرجال اشتغل بائع بليلة وهو في سن المراهقة، بعدها داور على قطاع المطاعم والكافيهات، ويقول ان هالتنوع المهني بسبب حبه للعمل وتطوير مهاراته. لكن بعد كل هالخبرات اللي جمعها، وين وصل فيه المطاف اليوم؟ توجهت لوظيفة أخرى، على وهي رجل أمن الآن على موقع أرض فاضية، هو راح يكون مشروع إن شاء الله بعدين، بس حاليا ما في شيء، ما في شيء يذكر، احنا ماسكينها كذا، علي ماسكين بوابات نشيك على المهندسين اللي هم داخلين واللي طالعين، سجل بياناتهم، بيانات السيارات وكذا. يا جماعة، أسامة ما ترك شيء إلا واشتغله، وقصته مع العمل بدت من سن صغيرة، وهالشيء مكنه من يجمع كل هالتنوع بالمهارات في سيرته الذاتية. سألناه كيف كانت ردة فعل أهلك تجاه مسارك المهني وثقافة العمل؟ أهلي طبعا بلا شك متقبلين هذا الأمر، ومقتنعين بفكرة أن أنا رجال أقدر أعتمد على نفسي، أقدر أصرف على نفسي. كنت أشوف أني صعب أني في هذا العمر وأروح أقول للوالد أو الوالدة أعطيني مصروف أو أعطني مصروف، أبغى أشتري الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني. وهذه ممكن تكون من علامات النضوج يا أسامة، وفخورين جدا بتشجيع أهلك لك، لكن تجربة صيانة الجوالات بالنسبة لك راح تكون مختلفة. يا ترى وش تنتظر من مشاركتك معنا بتجربة اليوم؟ أنتظر بإذن الله أني ناوي أفتح لي فرع، لأن يعني مريت على ناس وتكلموا معي في موضوع الأرباح، موضوع سهولة العمل، وأن في نقص يعني واضح في السوق السعودي بالنسبة لصيانة الجوالات، يعني أغلب اللي يشتغلون فيها جانب، ما في سعوديين، يعني ينعدون على الأصابع. فشيء راح يكون جدا حماسي، خصوصا لو فتحته في الخرج. في الخرج أنا ما أذكر مر علي أحد في الصيانة السعودي. إيه واضح الرجال ناويها بزنس من البداية، بل أنه كان متحمس لسرعة اللقاء بمدربنا خالد العبيد اللي راح يمنحه برنامج تدريبي واقعي حتى يمكن أسامة من اكتشاف نفسه. هل يقدر ولا لا؟ يا ترى أنتوا تقدرون؟ شاركونا بتجاربكم ومهاراتكم في موضوع صيانة الجوالات على هاشتاج نقدر، لأن بعد الفاصل تجربتنا راح تبدأ.